أول وزير رمضان بطودة مخرج أنجيجا مي سا إفا وزير ليلة ليلة ألف ليلة وليلة كل ليلة ليلة شهر كلم شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر الخطبة أم العريس لما تعش من شافك وحل بلحك وخشافك رمضان كريم يا فوق تم ترم 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 رمضان كريم الله أكرم تم تم ترم 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 رمضان كريم ورمضان بيحلى بالفوازير وكل يوم معانا فزورة من زمن الفوازير شهر يكلم شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر رمضان سنة 1985 اللي ظهرت فيه شريهان لأول مرة في فوازير التلفزيون لما وصلنا لأجمل شهر والحكاية إن المخرج فهمي عبد الحميد بعد ما قدم فطوطة قرر يغير شكل الفوازير فاتفق مع الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا على تحويل حلقات ألف ليلة وليلة اللي بيكتبها للإذاعة إلى فوازير التلفزيون وشاركوا في كتابتها الشاعر عبد السلام أمين والألحان لمحمد الموجي وقدر المخرج فهمي عبد الحميد إنه يعمل شكل جديد وغريب على الفوازير وعلى ألف ليلة ولم يصدق الفتى عيني وكل ليلة زوزو نبيل بتحكي لشهرزاد حكاية الأمير نور وعروسة البحور عروسة البحور وتخلص ليلة شهرزاد فتبدأ الفزورة ويبدأ الاستعراض واللي بيقدم الفزورة سهير البابلي وكل يوم ضيف الاستعراض يا آنسة متأسفين انت الدكتور طبعا دكتور 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 مشهور وفي كل مرة شريهان في طلة جريئة بكل الألوان وتعالوا نشوف الفزورة بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى نور لما بنى بالأميرة وأبحر من الجزيرة وقعت حادثة الإغماء وبينهم على هذه الحال دخلت الأميرة دلال وهي ثائرة كالبركان بعد أن نقلت إليها الوصيفات كل ما كان ولكن الشيخ منصور أدركها في حجرتها وجعل يهدئ من ثائرتها وما زال بها حتى أقنعها وهكذا انقلب غضبها منه إلى عطف عليه وخرجت مدينة جور في استقبال نور وعروس نور والشيخ منصور وجابها معاه سعد وعد وشيخ يا رب الشيخ منصور اهو الشيخ منصور اهو نور 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 الأميرة دي الأميرة الأميرة ده منصور وعيان منصور هو ايه الحكايه هو باين عليه عيان ولا ايه يلا يا اخويا انت هو يلا يلا الناس يكون عندها دم شويه قلنا يلا يلا صباح الخير يا سيد نور صباح الخير يا سيدنا الحكيم شايف والدي ازاي مقيدني؟ معلش طول بالك يا ابني عمي ليه بس كده يا نور؟ هو غصب عني هو انا يعني كان يخلصني والدي انا فاهمك لكن انت مش فاهمني
انت من خوفك عليا خايف مني. طب بس كلمني. ما انتوا مش مصدقيني، مع اني شفتها بعيني وسمعتها بودني. اللي هي مين يا ابني؟ عروسة البحور. وبعدين معاك يا نور؟ عروسة البحور. احنا مش كنا انتهينا من الحكاية دي؟ انتوا انتهيتوا منها، لكن انا كانت شغلاني دايما في بالي، ما فرقتش خيالي. ولما انت ما انتهتش منها تورطنا ليه مع غيرها؟ ابويا تصغرنا قدام الناس؟ احنا دلوقتي في موقف حساس. ارجوك ارجوك يا والدي، انت عارف مكانتك عندي. احلف لك بحبك ان انا هودتك علشان بس ابقى سمعت كلامك وطوعتك. تطوعني وبعدين تفضحني؟ والاميره ذنبها ايه يا ابني؟ ما هو ده اللي مجنني. محدش مصدقني، حتى ابويا وامي. اسمع مني، انت ما كنتش تنسى اللي في فكرك وترجع لعقلك وتصالح زوجتك؟ لا انا والدك ولا انت ابني. يا ابويا انت مش فاهمني، انت كده بتظلمني. اخرس. ليه بس يا سيد منصور؟ عاجبك كده يعني؟ طب تعالى يا سيد منصور، انا راجع لك تاني يا نور. ليه؟ ليه كده ليه يا سيدنا الشهبندر؟ ما هي دي حاجة تحير. لا لا يا شيخ منصور، التصرفات دي مش بتاعتك، راجل في علمك وفهمك. أنا خلاص يا سيدنا الحكيم فضبية. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد كل اللي عملناه؟ بس طريقتك دي ايه اللي بتستعملها وياه؟ ده راجل مريض. ما انا عارف انه مريض. والانسان لما يكون عنده واحد مريض يقوم يتخانق معاه؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل اللي بقولك عليه. اللي هو ايه؟ فك القيد اللي في ايديه. احنا حابسينه، احسن يعمل في روحه حاجة ولا يقل عقله. مفيش حاجة هتحصل له. انت شايف كده يا سيدنا الحكيم؟ انت ما انتش فاكر لما سمحنا له ينزل في الشكمة البحرية مش رجع لحالته الطبيعية؟ يعني لازم يحس بالحرية، لازم ينزل كل يوم ويتفسح شوية. ايه الامر لصاحب الامر. اما من جهتي انا فحاخد قطر منه واحسب له نجمه، واللي في علمه يتمه. ربنا يجعل الخير على ايديك ويطرح البركة فيك. وعليك. مالك يا أميرة؟ يا بنتي فضيها سيرة، انتي ما شفتيش القصر بتاعك التاني. تعالي تعالي. أنا عايز أرجع الجزيرة تاني. الجميل زعلان ليه؟ إحنا مش كنا اصطلحنا؟ ها هو حصل إيه؟ مفيش مفيش يا أمي. انتي بنتي ما تخبيش عليا يا حبيبتي. نور ما بيحبنيش يا أمي. مين اللي قالك؟ أنا سمعته بودني، مفيش في حياته غير عروسة البحور. ليه كان بيتجوزني؟ ليه كان بيتجوزني؟ إحنا بنقول عليك عقلة يا بنتي. هو أنا بجيب حاجة من عندي؟ هو مش عارف بيقول إيه يا كبدي. ما هو ده اللي محيرني فيه، مش عارفة أزعل منه ولا أزعل عليه. بكرة ربنا يشفيه ويفرح بيك وتفرحي بيه. قصر من غير نور، جنينة من غير زهور، بستان من غير طيور. يا زهرة أهلا بيك يا أميرة. إزايك دلوقتي يا بنتي؟ الحمد لله يا عمي. كنت بقولها تروح تتفرج على القصر الجديد. هي لسه ما شافتوش ولا مرة؟ لا شفته من برا. طيب يلا روحي معاها يا زهرة. حاضر. اتفضلي يا حبيبتي.
بحر هادي وميه صافيه، يا بحر يا ميه، يا ترى ايه اخبار الحياه التانيه؟ كل الناس بتكذبني، مفيش حد عايز يصدقني، بقى كل الناس دول غلطانين، حتى والدي، يعني انا الوحدي اللي على صواب. طب ليه ما تكونش دي اوهام؟ ليه ما تكونش دي احلام؟ لكن اذا كانت عروسه البحور احلام ولا تهيؤات واوهام، ازاي تبقى ياسمين شبهها تمام؟ طب وياسمين راحت فين هي كمان؟ ده انا لما كنت بشوفها وابص في عينيها الاقي عروسه البحور فيها. مين؟ مين؟ عروسة البحور؟ ولم يصدق الفتى عينيه عندما رآها في وسط الماء، فأسرع إليها وهو ينادي عليها حتى اقترب منها. وعندئذ مولاي، عقدة قصاد منشار يعرفها النجار، عقدة في قلع المركب سهلة على البحار، والعقدة النفسية سر من الأسرار، دي النفس البشرية بحر ملوش قرار، ولا يعرف أسرارها غير واحد متخصص بكلام واستفسار. هنقولها تاني بشكل تاني وفي الإعادة، ها؟ فني وإفادة. العقل مطير عقلي، تعبانة دكتور الحقني، درس العقل مطير عقلي، الحقني. مش تستني الدور، مش تستني الدور، كشف خصوصي، هاتوا فلوسي هاتوا فلوسي. يا سناني تعبانة دكتور، تعبانة دكتور تعبانة. اولا انا مش شايف، نضارتك فين؟ دالولي بين احلى شفايف، مرصوص 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 صفين. تعبان يا دكتور صدقني، بقالي يومين. هاتي الشاكوش والكماشه وقطن وموروفين. هاتي الشاكوش والكماشه وقطن وموروفين. الحقني يا جمهور الشاشه، هو الباب فين؟ هو الباب فين؟ الحقني يا جمهور الشاشه، يا دروسي هو الباب فين؟ اتفضل يا اخينا، انت عليك الدور بقى. ده مش دكتور؟ ايوه. طب فين الدكتور؟ يا انسه متاسف. انت الدكتور؟ طبعا دكتور، دكتور دكتور مشهور. تعبانه من ايه يا عروسه وبتشتكي من ايه؟ بتبص ليه كده؟ ليه ما تقولي قصدك ايه يا مامي؟
عينيكي مالهم مكارة 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 ولابد تلبسي نظارة أحسن عينيك الغدارة تخطف لي عقلي عقلك بجدارة عوضي نعمين هاتلي الدواء والقطارة ما تجيش عوضين هو إيه الحكاية نظارة إيه قطارة إيه هو أنت كمان من إياهم آه يا درسي إيه اللي جابك وياهم مش برضو دي عيادة أسنان ولا أنا غلطانة في العنوان لا دي العيادة في آخر دور أمال أنا فين في عيادة مين دكتور علاج وسؤال وجواب ولا يتعبوش غير الكذاب دكتور علاج وسؤال وجواب ولا يتعبوش غير الكذاب آه يا درسي ياشي 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 مين فيكم معرفهاشي واللي ما يعرفش يسأل وهي معلومة ببلاشي وماشي زهر ديك النهار سقف وصح وطار وهف طلع النهار قالت له خلاص مانيش قايلة تهددني مانيش قايلة تخوفني مانيش قايلة دلوقتي بقولك يا مولاي وبكرة تقولي يا ليلاي وبكرة يحلها حلال واللي عارف حل السؤال ما يقولش الدولة ولا دولة وحيكسب الجايزة الأولى قول إن شاء الله ياشي 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 مين فيكم معرف هاشي 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 واللي ما يعرفش يسأل وهي معلومة ببلاشي وملاشي